القادمة والتي تعطي الزهو والفخر للشباب اليمني القادر على أن يقدم بشكل أكثر من رائع. مهرجان اليمن الثاني للأفلام تنافست فيه أكثر من 100 فيلم، تأهل إلى النهائي 15 فيلما، ومن ثم فرزت إلى 5 أفلام وتم اختيار 3 أفلام فقط. هروب من الموت أحد الأفلام المشاركة في المهرجان الثاني للأفلام والذي حاز على المركز الثاني وبجدارة. الفيلم يؤكد على أن الهروب ليس حلا للمشكلة ولا بد من المواجهة، بل أن الهروب هو الموت. هذا الذي حصلنا كله مجرد انذار ان احنا على غلط ونحن سرعنا في قرارنا. انت مجنون ولا في عقلك؟ اسمع، احنا ما سرعناش بقرارنا ولا حاجه، تشينا رجال العذاب اللي كنا فيه. اسمع، احنا بدانا وضروري نوصل للنهايه. ما احنا نعرف النهايه. اسمع يا سعيد، اللي يعرفوا انك دائما متفائل. اسمع، افضل حل هو ان احنا نوصل الطريق. ايش من حل؟ ايش من حل؟ انا هروب، انا هروب. عمر الهروب ما يكون الحل لاي مشكله. بس يا سعيد، بس يا سعيد، رجعتنا لبلاد غلط، لأنها مش بلاد اصلا. الا بلاد واحسن بلاد، من خلاك؟ بس العيب مش فيها، العيب فينا احنا، احنا اللي اسانا له وخليناها في هذه الحاله. بفيلم الهروب الى الموت للمشاركه في مهرجان الاقصر للسينما الافريقيه، وبيكون المشاركه بشهر 3، وان شاء الله بينافس الفيلم يا يحصل على المركز حلو لليمن يا رب ان شاء الله. لأنه مواكب مع الحوار الوطني تقريبا كان الهدف مهرجان الأفلام، هو كان له 3 أهداف تقريبا رئيسية: الحوار الوطني، الحب والسلام، ومش عارفة إيش، صح، طريقة التخاطب مع الآخر، مع الآخرين يعني. يمكن أنت كمان هذا الشيء كان بدماغك، فحبيت تأخذ منه كمان فكرة حب الوطن. حب الوطن برضه كان من النقاط الأساسية في المهرجان. أنا دمجت بالفيلم 3 المحاور، ما جبتش محور واحد. حب الوطن وطريقة التخاطب والتسامح، يعني جبت 3 الأهداف في الـ نوفل. أيوة، في قالب واحد. في قالب واحد الفيلم. أوكي. والقصة لأنها من البيئة ومن موجودة يعني عند الكثير من الشباب، يعني كثير يعانوا من البطالة، الكثير يتعرضوا لضغوطات أسرية ومن المجتمع اللي حولهم. تحتاج إلى كاست يعني محترفين، صح، يكونوا بروفيشنال، كاميرات خاصة بالتصوير السينمائي، صح ولا لا؟ احنا الفيلم صورناه بأحدث الأدوات، أدوات حديثة. قلت لك شركة جولدن ساوند اللي أشكرها مرة ثانية صراحة، لولاهم لما أنتج هذا الفيلم، أتعاونوا جدا معي، سهلوا لي كل حاجة، الأدوات كانت متوفرة وبالمجان، يعني ما في شركة إنتاج ممكن تعطي هذا الشيء أبدا، لكن إيمانهم بالقضية وحبهم وإعجابهم بالفكرة قالوا لي الأدوات والشركة تحت أمرك بطاقمها أيضا. والحمد لله هذا اللي شجعني أن أنا أغامر وأشتغل بهذاك الوقت الضيق. احكي لنا شوية عن تفاصيل هذا المشهد. المشهد اللي شفتيه هذا كان أنا أعتبره أقوى وأهم مشهد في الفيلم، لأنه كانت نقطة التحول. يعني باختصار الفيلم كان يعني الشاب اللي تكثر عليه الضغوطات من حوله، مشاكل أسرية، على بطالة، على على على، يقنع صديقه بالقوة أنه يسافر معه تهريب إلى السعودية. يعني يحاول أنه يغير، يحاول أنه يخلق له فرصة هناك، الفرص قد تكون أكثر، مع مهرب يسافروا في طريق برية، أكيد يموت عليهم المهرب في وسط هذه الصحراء. عندما يموت المهرب فجأة يلاقوا أنفسهم ما بين نقطتين لا ثالث لهما، يا اما يواصلوا يا اما يرجعوا. ايوه صح. مع لانهم لا يعرفوا طريق العوده ولا طريق الوصول. فصاحب الفكره بالسفر يصر انه يواصل، لانه يعني مستحيل يرجع للحياه اللي كان فيها، وش يغير؟ صديقه مع يعني هو كان رافض من البدايه شويه، ولما يموت قدامهم الاخ فخلاص مستحيل يواصل. وهنا يبدا خلاف بينهم وصراع الى ان يقنع صديقه بالعوده بالاراده بالقوه. تعرف الحلاوه بالفيلم انه اللهجه هي اللهجه اللي يعرفوها الناس البسطاء العاديين، اللهجه المتعارف عليها، صح ولا لا؟ اللهجه كانت اللهجه التعزيه اكثر، لان اخترت البيئه والاسره اللي منها بطل الفيلم احمد، انها اسره من تعز، فكانت شايفين اللهجه، شايفين البيئه كمان، البيئه يعني منطقه يمنيه والممثلين يمنيين، واللهجه تقريبا ما بين نوفل اللي كان بيتكلم تعزي لهجه موحده، ووليد اللي كان بيتكلم شويه الى ناحيه اب، صح؟ أيوة. ولا لا؟ هو طبعا وليد من زمان متربي في تعز، لهجته شويه من ما بين البين ما بين وبين. والحمد لله انا اخترت لهجه تعز بالذات لانها توصل للكل، مفهومه.
يعني تلاقي اي منطقه في اليمن تتكلم معهم بلهجه تعز يفهمك اكثر. يعطيك العافيه دارس، شكرا انك كنت معنا، ونتمنى لك التوفيق والنجاح بمهرجان الاقصر ان شاء الله بيكون بشهر 3.